وفي أهلتها ساعة مكة المكرمة صارت منارة لأم القرى ومن حولها وحدثا حضاريا نفاخر به بين الأمم. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. مشروع ساعة مكة المكرمة ويشتمل على تنفيذ 4 ساعات. وبعد 4 سنوات من عمليات التطوير والإنشاء، تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتدشين ساعة مكة المكرمة وبداخلها مركز الملك عبد الله لرصد الأهلة وعلوم الفلك، معلنا بذلك رسميا عن بدء العمل بتوقيت مكة المكرمة. مكة المكرمة العالم. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله.